وبتواصل مصر احتفالاتها بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، الذكرى 51. ومعانا بالمناسبة دي معالي محافظ جنوب سيناء سيادة اللواء دكتور خالد مبارك. أهلا وسهلا بحضرتك معالي المحافظ. أهلا وسهلا بيك يا ستي، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. سيادة اللواء، عايزة أعرف من حضرتك، يعني في البداية طبعا احنا بنرحب بحضرتك، وعايزين نعرف من حضرتك ايه الجديد اللي تم في فعاليات الذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة؟ الأول كل سنة طيبين وكل سنة طيب، كل فرد ومواطن شعب مصر، وبنهني فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة وكل الزملاء، ونهنيكم بالمناسبة الجميلة دي اللي دايما عايزين نستحضر أمجادها وكل ظروفها، نستلهم منها الجهد والعطاء والفناء في صالح الوطن ومقدرات الوطن، وده أهم حاجة. كل سنة وحضرتك الله طيب يخليك. معالي المحافظ. عايز أعرف من حضرتك أبرز المشروعات القومية اللي تم افتتاحها الشهر الحالي على هامش هذه الاحتفالات. والله احنا مجهزين عدة مشروعات للافتتاح، وإن شاء الله بنهاية العام هيكون أبرزها وأهمها هو مشروعات سانت كاترين في المنطقة كلها، وبتجهز الافتتاح إن شاء الله الرئاسي بنهاية هذا العام. طبعا احنا تأخرنا شويه، لكن هو مشروع مستمر. المرحله الاولى في المشروع ده 18 مشروع، يعني سانت كاترين لوحدها فيها 18 مشروع في مرحله اولى، استعدادا لافتتاحها باحتفاليه عالميه مع اليونسكو وبتشريف فخامه الرئيس وتحت رعايته. دي اهم حاجه. والسنه دي كان مختلف، لو انت خدت بالك من اول شهر ابتدت الدولة كلها مش جنوب سيناء احتفالات اكتوبر باسلوب اخر. حضرنا مع فخامة الرئيس افتتاح الكليات والمعاهد العسكرية، المجمع الكبير اللي في العاصمة الادارية في شمال طريق السخنة، وشوفوا اكيد الاستعراض العظيم والامكانيات بالتدريب لكل الفئات، فئات سواء الطلبه او القوات المشاركه في العرض، واللي تم شرفه بالافتتاح فخامه الرئيس. كمان معالي المحافظ، يمكن يعني إعادة تشغيل أول قطار في سيناء بعد توقف 50 عام، يمكن دي نقطة مهمة جدا لربط طبعا سيناء بالمحافظات. طبعا عايزة أعرف رأي حضرتك في الخطوة دي. هي خطوة مفعول جيدة أكثر بممتازة وعلى الطريق الصحيح لنقل التنمية الشاملة. وأنا كان ليا الشرف إن أنا كنت في أثناء دراسة هذا المشروع، أنا جاي من وزارة النقل مع الفريق كامل من 3 سنين في مشروعات النقل، فكان من أهم وأبرز هذه المشروعات هو إن إحنا نرجع خط السكة الحديد لسيناء، وان شاء الله هينزل من العريش على طابه، يبقى احنا كده وصلنا لخليج العقبه. القطر ده بنفكر اخواننا كلهم ان هو مش نقل افراد فقط، ولكن نقل بضائع. لكي تعرف ان القطر الواحد عليه اكتر من 22 ل 30 كونتينر، يعني اكنك شايله 22 ل 30 عربيه نقل او جرار نقل بضائع يخش قلب سيناء. وده فرصة مش هقول ممتازة، لا أكتر من ممتازة على سبيل التنمية. التنمية مش هتبتدي إلا بالمواصلات والبنى التحتية، وده عنصر مهم جدا جدا جدا. أكيد معالي المحافظ. يعني برنامجنا طبعا بيهتم بقطاع التأمين، والشهر الجاي في مناسبة مهمة جدا، وهي مناسبة سنوية بتحدث في شرم الشيخ كل عام، وهي شرم راندفو للسنة السادسة. عايزة أعرف يعني رأي حضرتك فيها، يعني هذه المناسبة خاصة وأنها يعني مهمة لدعم وجلب السياحة لشرم الشيخ. والله شرم الشيخ احد عناصر الجذب السياحي فيها، طبعا سياحه المؤتمرات، بس احنا بنطمح في مؤتمر راندفو وغيره
والمؤتمرات العالميه زي ما هي ما استضافت قبل كده الكوب واستضافت مؤتمر الشباب العالمي، هي قادره على مؤتمرات بحجم راندفو واكبر منه مرات ومرات. واحنا قابلنا الاخوه القائمين على المؤتمر ده، نظمنا معاهم مطالبهم وليهم كل الدعم لظهور مصر بالمظهر اللائق اللي تستاهله، ويحط جنوب سيناء على خارطه السياحه العالميه واللي احد بنودها واهدافها الرئيسيه. ده في مدن كامله قايمه على سياحه المهرجانات والمؤتمرات لو سافرت العالم يعني. اكيد اكيد، شكرا لحضرتك معالي المحافظ. ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع مره تانية نستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا.